تجمع نساء وأطفال من أهالي المختطفين والمغيبين من أبناء الصقلاوية في مبنى الناحية شمال الفلوجة للمطالبة بالكشف عن مصير ذويهم بعد مرور 11 شهراً على اختطافهم خلال العمليات العسكرية لاستعادة الفلوجة، مطالبين الحكومة والمنظمات الدولية بالتدخل لإنهاء معاناتهم وإعادة المفقودين إلى أهاليهم. أربعتهم ظلت دايح بالأيام أطالب من الحكومة العراقية ومن الولايات المتحدة. صراخ وبكاء ودموع لعدد من نساء منطقة الصقلاوية ممن فقدن المئات من أبنائهن في عملية خطف وإخفاء قسري خلال عمليات استعادة الفلوجة والصقلاوية. قوات الأمنية استقبلتنا والحمد لله والشكر وما قصرت ويانا واخذتنا للمخيم، بس الزلم لحد الآن ماكو، هاي راح يصير سنة ماكو الزلم. أتلقتنا أشكال منقطة ولابسة أسود ولابسة أصفر وأشكال الرايات. نطالب رئيسنا العبادي ونطالب الرئيس ترامب، نطالب الصليب الأحمر، جميع منظمة، جميع الدول، مجلس النواب، مجلس البرلمان، وزرائنا، جميع مسؤول من الأنبار، من مجلس النواب، بأن يبحث مصير أبنائنا. أبنائنا إحنا أهالي الصقلاوية أكثر بالآلاف، طلعنا وما نعرف مصيرهم وين، وهاي راح يصير سنة إلنا إحنا ما نعرف أي شيء عنهم، لا أحياء ولا أموات. حدا ناشد الصليب الأحمر يبحثون عن أبنائنا، منطقتنا ما بيها لوزلمة، كلها مهجورة، بس النسوان يا ناس إذا أكو حكومة وعدها قيرة، إذا أكو حكومة وعدها قيرة. أهل البرلمان، ابني مواليدة 99، الله أكبر. الحكومة المحلية في الأنبار أكدت أن الحكومة المركزية شكلت لجنة للتحقيق في اختطاف المئات، ودعت ذوي المخطوفين إلى تقديم إفاداتهم في المحاكم. فاتحنا رئيس الوزراء بهذه الحادثة، ورئيس الوزراء شكل لجنة برئاسة نائب المحافظ وعضوية الأجهزة الأمنية، وبدأت هذه اللجنة تعمل، وعلى مدى تقريبا أكثر من 6 أشهر خرجت هذه اللجنة بتوصيات مفادها بأن هنالك فعلا حادثة فقدان أكثر من 600 شخص في منطقة الصقلاوية، وعلى ذويهم التوجه باتجاه المحاكم لتقديم الشكاوى والدعاوى بمعرفة مصيرهم. عوائل المخطوفين تحمل صور أبنائها الذين كان من المفترض أن يعودوا إليها بعد ساعات، وهذه الساعات تحولت إلى أشهر. مناشدات ومطالبات أطلقها ذو المخطوفين والمغيبين منذ نحو عام من الآن أثناء عمليات التحرير، أكثر من 650 شخصا، بما يعني أكثر من 600 عائلة لا تزال تنتظر أبنائها الذين لم تتوفر لحد الآن أي معلومة عنهم أو خبر. من ناحية الصقلاوية، سلام خالد، قناة الفلوجة.